بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ اقرأ. أحسن الله إليك. الشرع مبني على المصالح ودفع المفسد والقبائح، ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا، والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه، والضر والشر نظير المفسدة، وهكذا الإثم كما في المفسدة. من ادعى في الشرع وهما كما في المفسدة وهكذا الإثم كما في المفسدة من ادعى في الشرع وهما شرا، فذاك مغرور لدينا طرا، يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد، يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكيه لا مستقبحة. قد ينكر المكفوف ضوء الشمس، أو ذاهب العقل نهار الأمس، وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم، إذ كيف يجرؤ مؤمن بالله على اتهام شرع بالتناهي، أو يدعي في شرعنا نقصانا مناقضا بقوله القرآن. شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، يعلم ما كان وما يكون، وكل شيء عنده مكنون، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. كم عامل قد فاز بالرشاد، ومعرض قد باء بالكساد، فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات، وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم، إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة شريعة الله لنا ونعمة، ولا تكون رحمة مع مفسدة، ولن تكون للعباد مسعدة، وعلمه بالغيب والأحوال، والمفسد المصلح للأعمال، يجعلها تسير بانتظام دون اختلال، بل هو انفصام، فكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد. هذا الفصل في شمول الشريعة لجميع المصالح ودرئها لجميع المفاسد، لأن القاعدة كما قال العلماء التي تدور عليها الشريعة هي جلب المصالح ودرء المفاسد. هذه القاعدة التي عليها مدار الشريعة بأكملها، أنها تجلب المصالح وتدرء المفاسد، حتى قال بعضهم إنها تدور على جزء هذه القاعدة، أي على جلب المصالح، لأن درء المفسدة يعتبر مصلحة، فهي تدور على جلب المصالح، فهي خير كلها وعدل كلها ورحمة كلها هذه الشريعة. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة، ليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بتأويل فهي ليست من الشريعة. وهذا يجعل المؤمن يوقن تماما أن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، هذا هو الأساس. لا يمكن أن يأتي شخص يشكك في ديننا أبدا إلا وعندنا هذه القاعدة نرفعها في وجه كل مغرض وكل مفسد، نقول هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها، لا يمكن تجد فيها مفسدة.
والناس يتفاوتون بحسب ما آتاهم الله عز وجل من علم في ذلك. الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح، هذه القاعدة. ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا. لا تجد في الشرع أبدا شرا، لا تجد مفسدة في هذه الشريعة. وكلما ازداد الإنسان فهما لهذه الشريعة رأى المصالح فيها كالشمس في رابعة النهار، لا يرتاب فيها أبدا. شريعة من عند الله عز وجل، كيف تظن أن يكون فيها شر؟ فهي خير كلها. ولا بد أن أقول ليس هذا فقط من باب العلم، بل هذا من باب الإيمان. يجب الإنسان أن يؤمن بهذا، أن هذه الشريعة كاملة، كاملة لا نقص فيها أبدا، وأنها مصلحة كلها، ليس فيها مفسد بحال من الأحوال. أقصد بذلك الشريعة التي نزلت من عند الله عز وجل. قد يكون في أحكام الناس بعض المفاسد، لكن ما دل عليه الكتاب والسنة لا بد أن يكون حقا قطعا. ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، يعني قليلا ولا كثيرا، بل كل خير ستراه مشرقا. لكن هذا يرجع إلى اطلاع الإنسان وفهمه للنصوص الشرعية، فكلما ازداد فهما كلما ازداد معرفة بذلك. والخير والنفع بمعنى المصلحة، يعني يأتي أحيانا كلمة خير في الكتاب أو السنة معناها مصلحة، يعني هذا خير. والنفع أيضا يأتي، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني منافع دنيوية، مصالح دنيوية. وانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه، ما أعظم ما فيه من الإصلاح. والضر والشر نظير المفسدة، أحيانا يعبر بالضر أو يعبر بالشر نظير المفسدة، يعني بمعنى المفسدة. وهكذا الإثم كما في المفسدة، وهكذا الإثم كما في الخمر، سواء كان الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، يعني مفسدة كبيرة. وهكذا الإثم كما في المفسدة، يعني الخمر. من ادعى في الشرع وهما شرا فذاك مغرور لدينا طرا، يعني من ادعى أن الشرع فيه مفسدة أو تضمن مفسدة أو تضمن غير المصلحة متوهما ذلك، فذاك مغرور لدينا جميعا، يعني اغتر بكلام غيره في هذا، يجهل ما، والحال أنه يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة. هذا الذي يقول ذلك هو لا يفسر الشريعة، ولكن يفسر جهله أو يعلن جهله للناس. إذا رأيت الإنسان ينسب شيئا من الشر أو الفساد إلى الشريعة فذاك إعلان منه لجهله، أو يجهل الخير من الفساد. يعني ربما يكون هذا الإنسان يعرف، يجهل الخير من الفساد، فيظن المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، كما هو الحال في من يسمون الخمور وما أشبهها بالمشروبات الروحية، ويسمون الاختلاط أو غيره بالحرية. هذا يعني يجعل الخير محل الفساد، يجعل المصلحة محل المفسدة والمفسدة محل المصلحة، ويجهل الخير
من الفساد يظن أن هذه المفسدة مصلحة فهو جاهل، أو قاله نتيجة العناد، إنسان معاند يعرف الخير من الشر لكنه يعاند، يعرف أن المصلحة من المفسدة لكن يقوله عنادا، يقول جهلا أين وجه المصلحة، يقول إيش المصلحة في كذا، إيش المصلحة أنك تصلي 5 صلوات، إيش المصلحة أنك تصلي بعد زوال الشمس، يقول جهلا أين وجه المصلحة، ما المصلحة في هذا الأمر، وجهله يحكيه لا مستقبح، وفي الحقيقة أنه بهذا يعلن جهله، إذا قال ما المصلحة من كذا هو يعلن جهله للناس، وهذا ليس مستغربا أن يعاند الإنسان وأن يجهل وأن يتجاهل الحقائق وأن يتجاهل الشمس، قد ينكر المكفوف ضوء الشمس، شخص أعمى تقول الشمس طلعت يقول ما طلعت، وضوءها نورها يملأ الكون بأكمله، فهذا أعمى الذي ينكر سطوع الشريعة وينكر مصالحها هو أعمى، الشريعة ليست فقط بصيص ضوء فقط بل هي شمس مشرقة، فمن أنكر ما فيها من الخير والصلاح أنكر مثل الذي ينكر ضوء الشمس يتعامى أو ينكره، أو ذاهب العقل نهار الأمس، أو ينكر ذاهب العقل المجنون يقول أمس ما جاء إلى الآن، تقول أمس الجمعة يقول الجمعة ما جاءت الآن، أو ذاهب العقل نهار الأمس، وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم، كل هذه الأمور إنما يستنكرها ويتجاهلها ويطعن فيها من لا يعظم أمر الله عز وجل، أما من اتخذ أمر الله عز وجل وعظمه ورأى أن هدايته وأن مصلحته وأن خيره وأن سعادته مرتبطة بأمر الله عز وجل لن تجد عنده شيئا من ذلك، وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم، لو عظم أمر الله عز وجل علم أن الله لم يأمره إلا بما فيه خير له في دينه ودنياه، إذ كيف يجرؤ مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي، هل تعتقدون أن مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يتهم دين الله عز وجل أنه ناقص وأنه يتناهى في وقت من الأوقات، كيف يتناسب هذا مع الإيمان، من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، كيف يقول إن هذه الشريعة تنتهي في يوم من الأيام، لو أراد الله عز وجل كما يأتي في الأبيات لو لم تكتمل هذه الشريعة لبعث الله عز وجل رسلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أو يدعي في شرعنا نقصانا مناقضا بقوله القرآن، يدعي أن هذا الشرع ناقص وأنه لا يشمل جميع مصالح الناس أو يصلح لزمان دون زمان، هذا مع النقصان، أو لحال دون حال، يناقض القرآن الذي يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين قد كمل بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلم يبق فيه نقص، فالذي يدعي النقصان في الشريعة قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة أو أنه جاء بدين ليس بكامل، شريعة
خاتمة شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع. انتبه، هذه الأبيات ما يدلك على الفرق بين هذه الشريعة وغيرها. أولا، هذه الشريعة خاتمة للشرائع، ويأتي التفسير بعد ذلك. شريعة خاتمة الشرائع أو أنزلها العالم بالطبائع، يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده مكنون. إذن هذه الشريعة أولا هي خاتمة للشرائع، ثانيا أنها منزلة من عند الله عز وجل الذي خلق البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الأمر الثالث أنها من عند من علم ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. الأمر الرابع وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. انظر واقع الحال من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ما عمل أحد بهذه الشريعة إلا نال السعادة في الدنيا والآخرة، وما أعرض عنها أحد إلا نال الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى البلاد التي تطبق فيها أحكام الشريعة، كلما طبقت فيها الأحكام ازداد الناس أمنا وخيرا وصلاحا واستقامة، وقلت فيها الجرائم، وقل فيها ما يسيء الإنسان. وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. كم عامل قد فاز بالرشاد، كم عامل بهذه الشريعة فاز بالخير والرشاد، ومعرض قد باء بالكساد. نعرض عن هذه الشريعة وعن ذكري، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، من أعرض عن دين الله عز وجل. كم عامل قد فاز بالرشاد ومعرض قد باء بالكساد. فكونها، هذا تفصيل لما تقدم، قلنا هو شريعة خاتمة الشرائع، فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات. يعني كونها خاتمة الشرائع هذا يدلك على أمور، أن الخير قد اكتمل بها والمنافع قد اكتملت بهذه الشريعة، وهذا يعني أنها صالحة لكل زمان ومكان وفي جميع الأحوال، لأن لو كانت تصلح لزمان دون زمان لجاءت شريعة أخرى، أو لمكان دون مكان لخصت هذه الشريعة بمكان دون غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة، عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، هو رسول للناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ولو لم تفي بحاجات الناس لنسخت من بعد بالآيات، نسخت هذه الشريعة وجاءت شريعة أخرى. وكونها، هذا الأمر الثاني، وكونها من ربنا، لأن كل هناك أنزلها العالم بالطبائع، وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم. انظر إلى هذه الأوصاف، الله رحيم بعباده، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ويقول الطوفي رحمه الله تعالى، رحمة يعني مصلحة، فالرسول رحمة. ولو كانت هذه الشريعة تدل على شيء مما يقول هؤلاء الجاهلون المغرضون، تدل على شيء من الفساد والشر، لم تكن رحمة للناس، كانت عذابا لهم. وكونها من ربنا الرحيم العالم، هو عالم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، لا يخفى عليه شيء، لكن الناس في تقديراتهم قد يشرعون أحكاما يرونها اليوم مصلحة، وقد تكون مصلحة اليوم لكن في الغد قد تكون مفسدة.
أما الله عز وجل هو الذي علم ما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون؟ فيستحيل أن يشرع اليوم لنا حكما ويكون في الغد هذا الحكم مفسدة، أو بعد 1000 سنة يكون مفسدة، استحيل ذلك. فهي من ربنا العالم المهيمن على كل شيء سبحانه الحكيم في أحكامه، إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة، شريعة الله لنا ونعمة، كونها من الله عز وجل يقتضي أن تكون هذه الشريعة رحمة، ولا تكون رحمة مع مفسدة، لا يمكن. كيف تكون هذه الشريعة رحمة وفيها مفاسد؟ لا يمكن. ولن تكون للعباد مسعدة، والله عز وجل قد ضمن لهم السعادة والفلاح في من عمل بهذه الشريعة، قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون هم المفلحون، هؤلاء هم المفلحون حقا الذين اتبعوا شريعة الله عز وجل، مفلحون في الدنيا والآخرة. وعلمه بالغيب والأحوال، والمفسد المصلح للأحوال، يعني علمه بما يكون بالغيب وأحوال الناس وما ستكون عليه، والمفسد والمصلح، والمفسد المصلح يعني المفسد والمصلح للأعمال، يعلم هذا العمل قد يفسد على الإنسان وهذا العمل قد يصلحه، يجعلها تسير بانتظام. فهذه الشريعة من خصائصها أنها لا اضطراب فيها، شريعة لا اضطراب فيها، فيها اضطراد، مضطردة أحكامها لا تتناقض دون اختلال، بل هو انفصامي وليس فيها انفصام بين مصلحة وبين حكم. فكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد، كل وصف لربنا تبارك وتعالى الذي أنزل هذه الشريعة يشهد لهذا الذي نقوله من المصالح ومراعاتها ودرء المفاسد بجميع أنواعها، فهذا أمر واضح. إذن هذه مقدمة يبنى عليها ما بعدها، هذه المقدمة في المصالح والمفاسد، وفيها رد على أولئك الذين يتهمون الشريعة بهذه النقاط التي ذكرناها الأربع، فمن تنبه لذلك وفهم عرف ما دلت عليه هذه الشريعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.